راني في نهاية التكوين، قريب ندي الشهادة تاعي، وراني متمنية إن شاء الله كمشروع صحية، وإن شاء الله يكون تخصص في مراكز التكوين المهني. من نهضروا على الحلويات الصحية، جينيرالمون رانا نهضروا على الصحة، والصحة راهي تاج فوق رؤوس الأسرة، خاصة الفئة لمرض السيلياك. كي تعلم حرفة، الحرفة هذه تدي له قيمة، تدي له مكانة في المجتمع. الحاجة الوحيدة هي القدر ندخل فيها، أو هذا هو الاتفاقية. ماذا بينا كل اجتهدوا إلى أبعد حد باش نديروا الاتفاقية. هذو اللي استاجر، هذو اللي استاجر ممكن تحفزهم بردي غادي كي يكمل التربص تاعو ويلقى خدمة يخدم وما يروحش. كاين اللي يجي يشوف هاد الصوالح، صوالح خفاف بصح غير نعطيو مثال على المتربصين هذو في بداية المشوار ما بغاوش يخدموا، بصح شهرين ولا بداو يصابوا روحهم يقدروا يمدوا فايدة ويقدر يدير الدراهم، يخدم مثلا هذه قاملوا بالدراهم مثلا المصروف 50000 60000 كيخدم كونتيتي يحب 300000 خير كبير. ما حتى اللي صاروا هذو كيصرفوا مليون يخدم هذيك منين، يعني سي يكون عنده نظرة انه غادي يكون انسان منتج ويكون قدوة للغير ان شاء الله. ان شاء الله نديروا ماساج ومانيكير وعليه أوصي مسؤولي القطاع بالولاية بضرورة التكثيف من التخصصات التي تتلائم وطابع المنطقة واحتياجات المؤسسات الاقتصادية الموجودة عبر إقليم الولاية، وبما أن التمهين وهذا الذي ذكرته في جولاتي عبر المعارض وعبر أيضا مؤسسات التكوين أن التمهين من أهم الأنماط التي تمنح الفرص لمتخرجي القطاع للولوج إلى عالم الشغل، ويسعى التكوين إلى تكثيف من الاتفاقيات مع مختلف الشركاء، وشهدتم اتفاقية مع شريك مهم من شركاء القطاع، وأيضا المؤسسات العمومية والإدارات، وعليه أوصي مسؤولي القطاع عبر الولايات إلى ضرورة تجسيد اتفاقية إطار على المستوى المحلي، وهذا الذي يسرع لنا في وتيرة إدماج متماهني القطاع داخل المؤسسات المنتجة. وأيضا من خلال زيارتي للولاية التمست وجود كفاءات بشرية كبيرة ووسائل مادية معتبرة رأيناها في معاهدنا ومراكزنا، خاصة ونحن نجوب بعض المعاهد المتخصصة، خاصة مركز ذوي الهمم الخاصة في مختلف الشعب المهنية والتخصصات، على غرار مؤسسات التكوين عبر كل الولايات. وفي هذا المجال نعتزم فتح نقاط بيع لمنتوجات القطاع بغية تشجيع التكوين الإنتاجي أو العمليات خارج الميزانية، وهذا الذي أطلقناه من هذه الولاية لكي يعمم على مستوى إن شاء الله وطني، التي تعود بالفائدة لمؤسسة التكوين ومتربصينا والمتمهنين وأيضا سوق الشغل. ترمومتر HC 700 قياس دقيق لدرجة الحرارة وعلى بعد 10 سنتيمترات، يتميز بالدقة وسهولة الاستعمال. العلامة السويسرية، متوفر في جميع الصيدليات ومحلات بيع المستلزمات الطبية. DMCM المتخصص في استيراد المعدات والمستلزمات الطبية والموزع الحصري للمنتجات الصحية لعلامة روزماكس السويسرية. للمزيد من المعلومات اتصل بالرقم التالي أو زر صفحتنا على الفيسبوك.